تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. سمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لمواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم واقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. بذكركم برقم التواصل بس بعد ما أعرف فريق العمل وياي اليوم. في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق ميرا المري، وفي الإخراج نمر محمد. صبحكم الله بالخير جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. أذكركم برقم التواصل 600-551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مثل ما عودناكم نتطرق لأمور ومواضيع متنوعة خلال يومنا. عندنا فقرتنا التوعوية، عندنا السوشيال ميديا، وعندنا كذلك موضوعين مهمين إن شاء الله بنتطرق لهم اليوم في فقرات حلقة صحة وسعادة. طبعا مثل ما عودناكم فقرتنا التوعوية نتطرق لأمور تقضوية ولها علاقة بالصحة. في استفسارات مرات تكون، في تساؤلات الأشخاص حاطينها في بالهم بخصوص الفقرات التوعوية. تقدرون طبعا تشاركونا هذه الاستفسارات إذا عندكم استفسارات معينة أو حتى مداخلات أو اقتراحات بخصوص هذه الفقرات. وكذلك بالنسبة للمواضيع كذلك اللي يعني اللي تهمكم وتفيدكم. طبعا بداية قبل ما نبتدي فقرتنا التوعوية بنكون فقرتنا سوشيال ميديا ويانا أسماء الجناحي. صباحك الله بالخير أسماء. دكتورة عليك وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي، حياك الله ويانا. اليوم ما شاء الله موجودين حاليا في مؤتمر طب تجميلي، جراحات تجميلية، نعم، في وشاطي نفتحها بعد شوي. بعض التخصصات الناس يعني شوية مثل طب التجميل حرون يعني فيها تجميل تكميل وإش تجميلية زيادة، يعني اللي يبي يعدل شكل، لكن التخصص كبير خصوصا للي عندهم تشوهات عندهم. فهالتخصص جدا قيم، مو بس الأشياء أن الواحد يبي يعدل شكل، لكن اللي عندهم حوادث، اللي يسوون حوادث، اللي عندهم هالشيء مهم عندهم أن يكون وجود طب التجميلي، فهو أساسه لعلاج التشوهات وأن يردون البسمة للناس اللي فقدوا مثلاً شيء يعني خلال جراحة حادث. فهذا الشغل اللي بيتكلموا عنه في المؤتمر، غير أنه ما شاء الله موجودين خبراء من كل دول العالم ما شاء الله. هذا الأشياء اللي إحنا قاعدين حاليا قاعدين نغطيها في السوشيال ميديا. الشيء الثاني من الأشياء اللي حالياً مستمرين نحن نوعي فيها موضوع الغدة الدرقية. صحيح. يعني هذا الشهر شهر توعي بالغدة الدرقية، وإن شاء الله نحن الأسبوع الجاي بيكون عندنا حلقة خاصة لايف كامل نتكلم عن أمراض الغدة الدرقية. دائماً لما نشوف حد يقول غدة درقية بيقولك مرتفعة أو منخفضة، بس هي مو الأمراض الوحيدة في الغدة يعني. صحيح. أشياء وايدة تتعلق بالغدة. غريفر ديزيز ما أدري، شوف في وايد أنواع. وهاي الأنواع إن شاء الله كلها بنتكلم فيها الأسبوع الجاي في السوشيال ميديا. فنحن مستمرين العلم طول الشهر أن نحن مركزين على الأقل نشرة أسبوعيا الغدة الدرقية. حتى بنفس الموضوع اللي طرحتيه بخصوص الغدة الدرقية، حتى ارتفاع الهرمون ونزوله يعني انخفاضه له على يعني أسباب كثيرة لارتفاع الهرمون ولأسباب كثيرة بانخفاض الهرمون، وحتى العلاجات تختلف تراها. يعني زين طرقتي لهالموضوع أسماء، يعني في ناس وايتك ليش أنا أخذ هالدواء، ليش فلان عملية، ليش فلان هالعلاج غير، بس كل سبب يعني صح انخفاض أو ارتفاع، بس كل واحد فيهم ترى له أسباب ثانية. يعني الارتفاع لها أسباب وايدة، انخفاض الهرمون له أسباب كثيرة، وكل واحد له علاج معين. إيه، في واحد يعني مو بدنا شفت أنا فلان ياخذ أنا باخذ نفس، لا يعني. صحيح. بالنهاية أي واحد يحس بأي تعب
ما في اي شيء راح يضره اذا هو استشاره طبيعي. صحيح ممكن اكيد. اذا هو حس ان التعب وموضوع مثلا ما يستاهل الواحد يصير انه يشوف خاص، ممكن على الاقل يجرب تطبيق يعني او خدمه طبيب لكل مواطن. تقول دكتور انا احس 1 2 3 4، بيقول لي انت تحتاج لاب، تعال نسوي لك فحوصات، اذا محتاج دواء تعال خذ دواك. فممكن حتى على الاقل ياخذ الاستشاره بس لا يقعد مع الوسواس. صحيح صحيح، هذه نقطة جدا مهمة. الواحد يعني الحمد لله يعني الأشياء متوفرة، وكل سنة تكون أسهل عن السنة، أو حتى ما أقولك كل سنة، كل شهر يمكن تكون أسهل عن الشهر الذي طاف يعني. والحمد لله كل شيء متوفر، يعني يقدر الواحد يعني بس نحتاج أن يعني نحن بنفسنا نسعى ونسوي هذه الفحوصات ونشيك على النتائج نفسها وناخذ العلاج نفسه بخصوص هذه المشكلة أو هذا العار. دكتور نحن نقول لهم لا تملون مراجعاتكم الدورية، يعني دائما لما الدكتور يقول لك تعالي كل 3 شهور، تعالي كل 6 شهور، لأن الطب قاعد يتطور يعني. صحيح. مثلا دراسات تتغير، الأشياء تتغير، فأنت لازم تراجع الطبيب. ممكن أنت جسمك صار له تغيرات، يمكن صار شيء ثاني، دواء ثاني تفاعل معك. فمراجعات مو بس إن أنا بسير أنا شو بسوي، يصير يكتب لي نفس الدواء، دائما نسمع هالكلام. لكن سبحان الله أنت صرت هاي وقائع، يعني كل واحد يحسبك وقاية. صحيح. لكن إذا صار شيء تغيير. صحيح، هذه صح. بس نبلوم منه عقب. فنحن دائما نقول مراجعاتكم الدورية جدا مهمة، حتى لو كان بس يطمن عليكم ويكتب لكم نفس الوصفة، لأن في بعض الحالات اضطروا إن يغيرونهم الوصفة. صحيح. نحن ما بنقول لهم تعالوا كتبوا 6 شهور أو 3 شهور بس إن نضيع وقت، لكن نحن نبغاهم أيضا يجون يتابعون، لأن سبحان الله الطب ممكن صار دواء جديد سهل الحياة. يمكن دواء اللي كان ياخذه يوميا يقدر ياخذه اسبوعيا. فهالاشياء دائما تحتاج مراجعه دوريه. فهاي من النصائح اللي احنا دائما نحب نقولها ما قصرت، نصيحه جدا مهمه صراحه. ونختم بالرساله الصباحيه اللي تقول ان اردت النجاح فعليك ان تستفيد من الفشل ولا تستسلم عند العقبات. كل ما كانت ارادتك اقوى كان نجاحك اقرب. دائما نحن المشكله ان في اشخاص لما يقربون من النجاح خلاص يوقفون. خلاص بس طشوني، يقولون طشوني بس. بس يعني دائما انت خلك واسعى بكل الطرق، والله يوفق الجميع ان شاء الله. ودمتي بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا بخصوص السوشيال ميديا وأغلب ما يدور فيها. بننتقل لفقرتنا الثانية واللي هي الفقرة التوعوية. اليوم موضوعنا يعني ما أقول لكم بس في يعني موضوعنا جميل حلو، ويمكن ناس وايد تستفسر عن هذا الموضوع. بنتكلم عن الزبادي المجمد أم الآيس كريم. يمكن ناس كثيرة ابتدت تستبدل الآيس كريم بالزبادي المجمد أساس نسبة السكر وأساس كذلك الفوائد اللي في الزبادي يعني حتى الأشياء اللي موجودة تكون فيه. فاليوم بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع اللي هو الزبادي المجمد أم الآيس كريم، ويان أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة لمية مصطفوي. صباح الله بالخير أستاذة لمية. صباح النور هالحبيبتي. اهلا استاذه رمية. اليوم موضوعنا جميل وشيق كذلك بخصوص الزبادي المجمد ام الايس كريم. اي نعم. زين، وايد من الناس يعتقدون ان الزبادي المجمد او مثل ما نقولها احنا الفروزن يوغرت صحي اكثر عند الايس كريم، خاصه حق اللي يتبعون نظام تغذوي او مثل حميات تغذيه او الرجيم. يعني صحيح. يظنون ان الايس كريم فيه سعرات حراريه وسكر اقل من الفروزن يوغرت. زين، وفعلا في مناطق ارتفعت المبيعات عندها من 2008 على 21% في الفروزن يوغرت، صار يعني صاروا الناس يشترونها اكثر. انت قصدك الناس في بالها ان الفروزن يوغرت اقل او الزبادي المجمد اقل سعرات حراريه، سعرات حراريه واقل في السكر. نعم. انزين، بس في دراسه تقول لك ان 95% من الامريكان يعتقدون ان الشيء اللين افضل بالنسبه لهم من الايس كريم او الفروزن يوغرت، يعني افضل. نعم. لهم من الايس كريم. إذن شو الفرق بينه وبين الآيس كريم؟ شو الفرق بين الفروزن يوغرت والآيس كريم؟ صحيح. الفروزن الآيس كريم هو أصلاً شو هو، يا يكون عادة حليب أو كريمة والمحليات أو ونكهات اللي يتم إضافة إليها.
وفي نفس الوقت الآيس كريم يعتبر يعتمد على أقل من 10% من دهون، أوكي؟ وما بس الزبادي هو شو؟ هو خليط من اللبن والحليب والكريمة. شوفين الآيس كريم قلت لك هو عادة الحليب أو الكريمة، بس الزبادي لا، فيها اللبن والحليب والكريمة. وغير هذا يضاف عليه النكهات، وخاصة إنه يحتوي على نكهة حامضة، لأن اللبن وكريمة اللبن وحليب حامض، شايفين؟ فيهم شي يسوون عشان يغطون على الطعم هذا، يحطون يزيدون السكر. نعم صح، فهم علي؟ يعني بيكون لبن وحليب وكريمة وإضافة للسكر، إضافة للسكر عشان تغطي على لحم، على الطعم الحامض اللي فيها. نعم. إنزين، شو الفرق بين السعرات الحرارية اللي في الزبادي والإيس كريم؟ نصف كوب من الزبادي فيها 17 جرام من السكر، مقارنة ب 14 جرام من السكر في نفس الحصة اللي هي نفس النصف كوب هذه من الإيس كريم. بس نحن حين ما نتكلم عن أي نوع آيس كريم، يعني أنا ما أتكلم إيه؟ عن إنه أنا أتكلم عن السادة. السادة. يعني إذا هي يعني إذا كنا مثلاً الفانيلا في ال ال الفروزن يوغرت بنص كوب منها تساوي 17 جرام من الآيس من السكر. من السكر. في الآيس كريم. الآيس كريم فيها 14 جرام. يعني شوفي الفرق فيها. غير عندي إنه صح إن الآيس كريم فيها كمية عالية من الدهون، إلا أن هذا الشيء وايد زين لأنه تبطئ عملية الهضم السكر اللي يخلينا نشعر بالشبع لمدة أطول. نعم. أوكي. فالتناول الآيس كريم في مستوى يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة. نعم. في نفس الوقت يؤدي إلى انخفاضه بالتدرج. ممتاز. على فترة أطول من الزمن. بس في الفروزن يوغرت يرتفع السكر بسرعة، يليه هبوط سريع وما يجعل الشخص يشعر بالجوع أسرع. صحيح. أوكي. إنزين الحين أصغر كوب من الفروزن يوغرت يعتبر وايد، حتى أصغر الكوب يعتبر وايد، فيه 300 إلى 400 سعرة حرارية، مقارنة إلى نفس الكمية هذه في الآيس كريم يعتبر فيها 140 سعرة حرارية. فرق كبير، تقريبا الضعف أكثر. نعم. أكثر عن أكثر عن الضعف أكثر عن الضعف. نعم. بس أعطيكم نصايح أخيرة. نعم. احذري من الفروزن يوغرت، حيث أن عادة ما يتم استبدال الدهون فيه مثل ما قلت لكم أنا بالسكر. نعم. واختاري نوع واحد فقط من السكر المضاف، لأن الزبادي غير محلة، وأوردي مثل ما قلت لكم فيه سكر إضافة، فأنت يا تزيدين شيء ثاني بعد عليه. صحيح. يعني غير السعر 300 إلى 400 سعر اللي أنت حاطة فيه، هذا قاعد تضيفين زيادة أنت عليه. صحيح. إنزين. يعني إحنا نأخذه على أساس الرجيم وحميات غذائية، بس لا، هي فيها وايد كمية. وبعدين ابتعدي عن الزبادي الخالي من السكر، حيث يتم استبدال السكر بمواد محلية أخرى. وعددي عدد الكمية اللي تاخذينها، واختاري نوع واحد، لا تمكسين أكثر من نوع. نعم. ولا تتمادين في وضع الصوص، فكل ضخة من الصوص على الأغلب تحتوي على 50 سعرة حرارية. وأضيف المكسرات، فجميع المكسرات مفيدة خاصة عين الجمل. ممتاز. هذه صراحة تغطية كاملة بخصوص الفرق بين الزبادي المجمد والآيس كريم. صراحة ما قصرتي أستاذة لمية يعني لهذا الموضوع. الله يسلمك. والوقت داهمنا صراحة، ولا نبقي أكثر نأخذ وقت فيه، لأن صراحة نفس ما قلتي الناس وايد تركز على الروب المثلج أو الزبادي المثلج أكثر عن الآيس كريم. شكرا أستاذة لمية مصطفى، وهي أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي. شكرا لك، تكلمنا عن الزبادي المجمد أم الآيس كريم. مستمعينا طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514141 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. فقرتنا الحين بنتكلم عن تقلبات الطقس ونوبات الربو. الربو هو أحد أمراض الجهاز التنفسي المزمنة،
اللي تنتج عن التهاب المجرى التنفسي في الرئتين، مما يؤدي لتضيق الشعب الهوائية وإفرازها للمخاط، وبالتالي صعوبة التنفس لدى المريض. ويتأثر العديد من مرضى الربو بتغير الفصول والحالة الجوية، فقد تشتد نوبات الربو وأعراضه نتيجة للعوامل الجوية كذلك. الحديث عن هالموضوع يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتور يوسف ديري، استشاري الأمراض التنفسية بمستشفى راشد. صباحك الله بالخير دكتور يوسف. صباح الخير والنور، يا أهلا وسهلا. أهلا دكتور. دكتور، بداية حابين نتعرف على أو نتحدث أكثر عن مرض الربو بشكل عام. مرض الربو بشكل أساسي هو مرض تحسسي في استعداد وراثي ببعض الأشخاص، ولما يأتي عامل تحسسي شيء إما في الطقس، أنواع الغبار، أنواع من الزهور، أو شيء داخل البيت، بيعمل نوبات من التضيق القصبي مع زيادة إفراز المخاط، يؤدي إلى ضيق في التنفس وأعراض في السعال، وأحيانا تستدعي يستعمل علاجات مثل البخارات أو البخاخ، أو يحتاج إبر أو حبوب أو تنويم في المستشفى في الحالات الشديدة. ممتاز دكتور، في فئة معينة أكثر عرضة تكون الإصابة بالربو، ولا كل الفئات تكون عرضة لإصابة بهذا المرض؟ هو ممكن يصيب جميع الفئات، لكن أكثر شيء شائع في الفئات الأصغر سنا، عادة يبدأ بسن الطفولة. نعم. وبيظهر في أحيانا سن المراهقة وسن الشباب الباكر، لكن في بعض الأشخاص ممكن يستمر الربو معهم لسنوات متقدمة. نعم. ذكر دكتور طبعا في الفقرة اللي تكلمت عنها بخصوص يعني فقرة التعريف بمرض الربو، أن الطقس يلعب دور كذلك في تهيج هذا المرض، فممكن تكلمنا أكثر عن تأثر المرضى يعني نفسهم اللي يعانون من الربو بتقلبات الجوية، وخاصة فترة الغبار أو الرياح؟ تمام، أكيد العوامل اللي تأثر في الجو، الشيء اللي يستنشق المريض بيدخل في الرئتين. نعم. كله مفعول على القصبات الهوائية، إما مفعول تحسسي تحسس الإنسان من نوع من الغبار الزهور أو هذا الشيء، أو مفعول تخريشي من الغبار بحد ذاته أو الدخان أو هذا الشيء القبيل. وأحيانا ترى تغيرات الطقس تترافق مع زيادة في الالتهابات. صحيح. من الفيروسات والبكتيريا. صحيح. وهذا بيؤدي لزيادة الأعراض. نعم دكتور، طبعا له أسباب ثانية تهيج المرض نفسه عند الأشخاص المصابين بالربو غير عن التقلبات الجوية كذلك، فشو الأشياء الثانية اللي تأثر فيهم وتخلي المرض أكثر يعني يزداد أو أن النوبات تزيد عندهم؟ نعم، الحساسية بحد ذاتها تتعرض الإنسان للشيء هو يتحسس له. بعض الناس بتحسسوا من الطيور، بتحسسوا من القطط، بعض أنواع الروائح تحسسوا منها. وفي عوامل أحيانا حتى النفسية، زيادة الضغط النفسي عند الشخص ممكن يزيد في هذه المسألة، بالإضافة لبعض أنواع الأدوية. ممكن إن شخص يأخذ مضاد حيوي أول مرة يأخذه في عنده حساسية له، أو بعض أنواع الأدوية الضغط أو شيء من هذه الأدوية اللي تحسس منها ممكن تؤدي فيها، بالإضافة ل عوامل الطقس والالتهابات وهذه الأمور الشائعة. صحيح. ونقطة مهمة ذكرتها دكتور كذلك، أن في تقلبات الجو أو فترات معينة من الجو، مو فقط التعرض لهذا الجو أو هالتقلبات تزيد كذلك من أعراض الربو، كذلك الأمراض اللي تنتشر، يعني الأمراض مثل الإنفلونزا، الزكام الشديد، يعني هذه بعد لها دور كبير مو فقط الطقس. أكيد يعني فترة الشتاء اللي احنا فيها حاليا تكثر فيها الأمراض الفيروسية، من أنواع البرد العادي إلى أنواع الإنفلونزا والالتهابات الرئوية، وهذا أكيد كله راح يأثر على مرضى الربو. نعم دكتور، طبعا بالنسبة للأشخاص المصابين بالربو وخاصة في هذه الأجواء، يعني الحين الأجواء طبعا باردة، الأجواء مرات تكون فيها غبار، فكيف يتعاملون مع هذا الجو عشان على الأقل ما تصيبهم نوبات تكون شديدة، نقول إذا كانت النوبات خفيفة؟ تمام، أخذ الاحتياط واجب، يعني سواء في تقلبات الطقس الإنسان يحافظ على درجات حرارة معتدلة. نعم. إذا حيطلع في ساعات الصباح الباكرة أو في الليل متأخر وحيتعرض لجو بارد، يستعمل شيء من الغطاء على الأنف، إما وشاح أو شيء من الكمامات الطبية أو شيء يحافظ على دفاوة الهواء اللي بيستنشقه الإنسان. وإذا بيستطيع يتجنب التعرض للغبار أو العوامل اللي تحسس لها، هذا بيكون شيء يعني جيد. ممتاز. وضروري جدا أخذ اللقاحات اللي بتمنع
بعض الأنواع الفيروسات الإنفلونزا، مو جميعها، هو تطعيم الإنفلونزا. صحيح. هذا موجود في جميع العيادات وفي المشافي، فهذا شيء بيمنع لدرجة معينة، مو جميع الأنواع، لكن ينصح فيه لجميع الأشخاص معهم ربو أو أي مرض مزمن تنفسي أو قلبي إنه يستعملوا هذا اللقاح سنويا. ممتاز. على الأقل أعراض الإنفلونزا أو حتى مرض الإنفلونزا بيكون أقل عند هذه الأشخاص، عند الأشخاص المصابين بالربو، فحتى الأعراض أعراض الربو ما بتكون بالشدة أو القوة. تمام، أكيد. فهذا لازم نصحي، إما بعمل وقاية تامة ما بيصيبه الربو الإنفلونزا، أو إذا صابوا الإنفلونزا بيكون أعراضها أخف وأقل شدة. نعم دكتور، ننتقل للنقطة اللي هي مهمة كذلك بالنسبة لعلاج مرض الربو. تمام، العلاج الربو بيعتمد على شدة الأعراض واستمرارها. بعض الأشخاص الربو عندهم بيصيبهم مرة كل 4-5 سنوات مرة فقط بالحالات الالتهابات الشديدة، يكون العلاج فقط في هذا الموسم. بعض الأشخاص اللي الربو ممكن يستمر عندهم طول السنة، فهذا بيحتاج علاج طول السنة. في حالات خفيفة ممكن يحتاج بخاخات عند اللزوم، في حالات المتوسطة في بخاخات مستمرة تعمل حد من التفاعل الالتهابي داخل الرئة. نعم. وفي حالات تحتاج إما حبوب أو ممكن يحتاج حتى بعض أنواع الإبر والعلاجات البيولوجية في الحالات المتقدمة بشكل أكثر. نعم دكتور، دائما نسمع في علاج وقائي، يعني أو علاجات وقائية أو أنها تبعد من يعني حالة الربو اللي تصيب الشخص، فممكن تحدثنا أكثر عن هذا العلاج؟ نعم، الآن التركيز معظم الأبحاث على أنه مرض الربو عنده نوع من الالتهاب التحسسي بشكل دائم مستمر في الرئتين والقصبات الهوائية، فلهالسبب ينصح بأخذ أنواع من البخاخات أو البخار فيها مواد بتخفف من هذا التفاعل الالتهابي، هي مشتقات الكورتيزون. فهذه لما بيأخذها الإنسان بشكل استنشاق، مفعولها العام بيكون خفيف جدا، مفعولها موضعي يستنشق في القصبات الهوائية. هذا بشكل حسب شدة الحالة، إنه بيكون إما يستعمل عند اللزوم، أو معظم الأشخاص الحالات المتوسطة والشديدة يحتاج يستعملوه يوميا إما مرة أو مرتين. بالإضافة بعض الأشخاص يحتاج معه موسع قصبي طويل المفعول، يستمر مفعوله حوالي 12 ساعة. فعند معظم الأشخاص بالحالات المتوسطة والشديدة هيأخذ إما بخاخ أو بخار مرتين في اليوم، يحافظ على مستوى من العلاج الوقائي بشكل مستمر. والحالات الشديدة تستعمل الموسعات القصبية سريعة المفعول. صحيح، هي يعني الاعتماد على نوع الحالات، يعني إذا كانت الحالات البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة كذلك، ويعتمد عليها العلاج. تصنيف الحالة ضروري بالضبط، هالتصنيف إنه ما كل الأشخاص نفس الشيء، ونفس الشخص ممكن من موسم لموسم في السنة يتغير، أو ممكن لسنة لسنة يتغير حسب الظروف اللي تعرض لها الشخص. ممتاز دكتور، نصيحة تقدمها للأشخاص اللي يعانون من مرض الربو، يعني في حالة أن يعني حسوا بالأعراض وبشدة خلالهم ما متواجدين في أي مستشفى، أو يعني في البيت فرضا أو في مكان عمله. تمام، هو وجود خطة علاجية واضحة ضروري. مقدمة، يعني الإنسان بيكون عنده زيارات متواصلة للطبيب. صحيح. ليتم تحديد نوع الربو اللي عنده الإنسان، هل هو ربو تحسسي، هل هو نوع اللي عنده الخلايا الحامضية الدموية مرتفعة فيه، هل هو من النوع الشديد متوسط خفيف، توضع له خطة علاجية. ومن ضمن الخطة العلاجية قسم وقائي وقسم للحالات الحادة. ففي الحالات الحادة فيه مراقبة للأعراض، وحتى أحيانا ممكن بعض الأجهزة يستنشق الإنسان فيها الهواء ويشوفوا درجة دخول وخروج الهواء. نعم. لما بتغير عن أكثر من 50% عن الحد الطبيعي للشخص بيبدأ يأخذ البخاخات والعلاجات، ممكن بالحالات الأشد حسب نصيحة الطبيب ممكن حتى يأخذ بعض حبوب الكورتيزون، ولما يكون الحالة أشد إنه يتوجه لأقرب عيادة أو حالة مستشفى طوارئ للعلاج الحالات الأشد. ممتاز دكتور، كلمة أخيرة توجهها المستمعين خلال البرنامج بخصوص مرض الربو، وخاصة في هذه الأجواء اللي يعني أجواء جميلة صحيح، وبس فيها تقلبات جوية برودة، والناس طبعا تحب تشوي برا، تحب تتعرض برا للهواء البارد، فأكثر هالأشياء تهيج مرض الربو، فكلمة أو نصيحة توجهها للمستمعين.
تمام، هو ضروري الموازنة، يعني أكيد الإنسان بده يستنقذ الطقس الجميل. ربنا أنعم هالسنة يعني ما شاء الله المطر كويس، وإن شاء الله بطلع الربيع ويكون الخروج جيد، الإنسان يعني جيد يستمتع بالحياة، لكن يأخذ احتياطه، يعرف درجة الربو اللي عنده، يأخذ العلاجات الوقائية والعلاجات السريعة، البخاخات السريعة يأخذها معه في حال مثلا طلع لمكان على بعد ساعة أو ساعتين من أقرب مستشفى، يكون عنده هذه العلاجات الحادة موجودة، ويستعمل كمان المنطق إذا شاف شخص حوله معه أعراض إنفلونزا أو برد أو التهابات، يتجنب هذا الشيء ويوازن ما بين الاستمتاع وتجنب الحالات إن شاء الله اللي ممكن تتعبه. ممتاز، نشكرك دكتور يوسف الديري استشاري الأمراض التنفسية بمستشفى راشد، شكرا لك. أهلا وسهلا، شكرا. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا بخصوص تغلبات الطقس ونوبات الربو، خاصة في هذه الأجواء، يعني اللي عندهم مرض الربو يحتاج يركزون أكثر بخصوص أدويتهم، يبتعدون، يعني ما أقولكم تماما، بس قد ما يقدرون ما يعرضون نفسهم لأي تهيجات يعني تزيد من المرض عليهم، وطبعا يتابعون مع طبيبهم أول بأول. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. في فقرتنا الحين بنتكلم عن خطط وإنجازات مركز دبي للتبرع بالدم. حقق مركز دبي للتبرع بالدم خلال العام الماضي 2019 عددا من الإنجازات اللي ساهمت بالشكل الفاعل في تعزيز مكانة وسمعة المركز كمنشأة صحية قادرة على الاستجابة السريعة لاحتياجات المرضى ممن هم بحاجة إلى الدم لإنقاذ حياتهم. وللتعرف على خدمات وخطط وإنجازات مركز دبي للتبرع بالدم، يسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة مي رؤوف مديرة المركز. صباح الله بالخير دكتورة مي. صباح النور والسرور، حياك الله ويانا اليوم في برنامج صحة وسعادة. الله يحفظكم، أهلا وسهلا. بداية دكتورة، يعني مبارك لكم صراحة النجاح اللي حققه المركز، وكذلك الخدمات اللي يعني ما شاء الله تقدمونها، وطبعا إنجازاتكم الكبيرة خلال هذه الفترة. الحمد لله. الحمد لله. حابين نتحدث أكثر دكتورة بداية عن الخدمات اللي قدمها مركز دبي للتبرع بالدم. نعم طبعا، مركز دبي للتبرع بالدم والتابع إلى هيئة الصحة في دبي هو المركز الوحيد والمصدر الوحيد للدم ومكوناته في إمارة دبي، حيث يخدم المركز مستشفيات هيئة الصحة في دبي. نعم. ويخدم حاليا 37 مستشفى خاص متعاقد بعقود لاستلام الدم ومكوناته من مركز دبي، فالمسؤولية المركز كبيرة، وتجهيز الدم ومكوناته بالوقت المناسب وبالكميات المطلوبة طبعا يكون لها الأثر الكبير في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين، واللي يكونون مثلا في حالات طارئة، ووصول الدم بوقت محدد وبكمية محددة، وطبعا الدم آمن وسليم هو من أهم الجوانب اللي تأثر على حياة المريض، خصوصا مرضى الحوادث، حوادث الطرق، أو المرضى اللي يعانون من نزيف حاد وفقدان كميات كبيرة من الدم. فهذه هي مسؤولية المركز، أنه صرف الدم ومكوناته إلى المستشفيات الحكومية والخاصة بالكميات المطلوبة. وهذا طبعا ما هو شيء سهل، هذا تحدي كبير، لأن دائما إحنا نقول من خلالكم، من خلال برامجكم، ومن خلال الحملات التوعوية والتثقيفية، أنه لا يوجد بديل لدم الإنسان إلى حد هذا اليوم. فإحنا بحاجة إلى المتبرعين اللي هم متبرعين طوعيين، أنه يتوجهون إلى مراكزنا أو مكانات حافلات التبرع بالدم اللي تجوب مختلف أنحاء الإمارة للتبرع بالدم، حتى نقدر نوفر الدم المطلوب إلى المرضى. بالإضافة إلى صرف الدم ومكوناته، المركز معني بنشر الثقافة والوعي وتوعية الجمهور حول أهمية التبرع بالدم. فأحنا مثلا في عام
2019 استطاع المركز تنظيم 830 حملة للتبرع بالدم، هذا مقارنة بعدد 746 حملة في عام 2018. وهناك زيادة في عدد الحملات. من خلال هذه الحملات، طبعا احنا من كل حملات معناها باصاتنا المتنقلة المجهزة بأحدث الأجهزة واللي هي معنية بسحب الدم من المتبرعين والعناية بالمتبرع بالدم أثناء التبرع وبعد التبرع بالدم. نتأكد مواد تثقيفية للمتبرعين أو للناس الراغبين يعرفون معلومات. هذا بالإضافة طبعا وجود طاقم طبي يقدر إذا شخص عنده أي سؤال حول التبرع بالدم ممكن الطاقم الطبي يرد عليه. فهذه الحملات طبعا هي الوسيلة جدا فعال وناجحة للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع لسحب الدم والتوعية والتثقيف. واستطعنا طبعا خلال عام 2019 حسب إحصائياتنا زيادة عدد وحدات الدم المسحوبة بنسبة 2.4%. ما شاء الله. استطعنا استقبال 67,800 متبرع. نعم. واستطعنا من هذول طبعا الاشخاص اللي الكرماء اللي يتوجهون انه حتى يتبرعون استطعنا سحب 53,150 وحده دم اللي كانت صالحه لان تصرف للمستشفيات. ما شاء الله. وهذا يكون المركز نعم يسحب ويوفر 50% من وحدات الدم على مستوى الدوله، وهذا طبعا عدد يعني كبير. فاحنا نسحب في مركز دبي 50% من الدم الموجود والمتوفر في الدولة. طبعا هذا بسبب نشاط السياحة العلاجية. صحيح. وعدد المستشفيات الخاصة زاد. وتخصصاتها الموجودة في الإمارة 50% دكتورة يعني نسبة كبيرة يعني نصها تقريبا. نعم. نعم. فدكتورة أكيد في جهات مستفيدة من مخزون الدم كذلك في المركز، فمن الجهات اللي تكون مستفيدة من هذا المخزون؟ الخزين اللي موجود في المركز مثل ما ذكرت دكتورة هو يتوزع لمستشفيات المستشفيات الحكومية وإلى المستشفيات الخاصة. احنا بالنسبة لنا مثلا في المستشفيات الحكومية التابعة لهيئة الصحة في دبي 36% من الدم المسحوب يذهب إلى مركز الثلاسيميا، لأنه مرضى الثلاسيميا هم مرضى يعتمدون اعتماد كامل على نقل الدم كعلاج أساسي لهم. ف 36% من الدم اللي يسحب بالمركز سنويا يروح الى مركز الثلاسيميا لعلاج مرضى الثلاسيميا، وهم طبعا مرضى يستلمون الدم بصوره متكرره، تقريبا قسم منهم كل شهر يجي ياخذ دم وطول حياته. فكمية كبيرة يذهب إلى مركز الثلاسيميا. هذا بالإضافة إلى أنه المركز طبعا مثل ما ذكرنا أنه هو المصدر الوحيد للدم في المستشفيات الخاصة، والحين المستشفيات الخاصة خلال السنوات السابقة بدأت تتوسع في تخصصاتها، مثل عمليات القلب المفتوح، علاج الأمراض السرطانية، عمليات الركب والعظام، هذه كلها عمليات تحتاج كميات كبيرة من الدم، فبالتالي الحاجة إلى الدم ازدادت. بالإضافة لأنه مثل ما ذكرنا أنه 50% من الدم المسحوب ينسحب في المركز، وذكرنا سابقا أنه عندنا حسب إحصائياتنا 149 جنسية تتبرع بالدم. هذا التباين بالجنسيات اللي تتبرع بالدم بفوائد كثيرة، منها أنه احنا نقدر نحصل على أصناف الدم النادرة، أصناف الدم اللي قليلة التواجد. وهذا هو اللي سبق وتكلمنا عنه، أنه استطاع المركز خلال عام 2019 و18 مساعدة بنوك الدم في الإمارات الأخرى، في أبوظبي، في مستشفى الشيخ خليفة في أبوظبي وكليفلاند كلينيك، وكذلك في وزارة الصحة نستطيع أنه نوفر وحدات دم اللي تكون نادرة أو قليلة التواجد، لأن عندنا تباين بالجنسيات وعندنا أعداد كبيرة من المتبرعين، ولأنه البياناتهم الداتابيس دا تتوسع سنة بعد سنة، فنستطيع كل ما يحتاجون مثلا دم لمريض وما موجود هذا الصنف من الدم، فإحنا نستطيع من خلال النظام الإلكتروني الموجود نطلع
بيانات المتبرعين ممتاز. ونتصل بهم، ودائما ما يقصرون المتبرعين يجي يتبرع لمريض مثلا يكون موجود مثلا في أبو ظبي أو في الشارقة أو في أي إمارة ثانية أو في دبي، لكن مثلا ما ممكن يتطابق دم إلا دم من نوع معين. صحيح. فهذه هم شيء الحمد لله احنا جدا فخورين انه نقدر نوفر دم لأصناف نادرة للمرضى، وسبق وأنه طلعنا إحصائيات عن عدد الحالات اللي استطاع المركز مساعدتها حتى يعني تكون حالات طبعا طارئة ويحتاجون دم معين. ما شاء الله دكتورة، تكلمنا نحن عن إنجازاتكم في خلال العام الماضي اللي كانت المحلية، بس حابين نتعرف أكثر على إنجازاتكم العالمية اللي حققها المركز في العام الماضي. نعم الحمد لله، طبعا بدعم من القيادات العليا في هيئة الصحة في دبي، المركز في له دعم كبير للإنجازات، ودائما تطور في الخدمات الصحية، تطبيقات ذكية. فإحنا طبعا في عام 2019 استطعنا أن نحصل على جائزة يونيفانس العالمية، حصلناها في يونيو عام في 2019، وهذه الجائزة هي جائزة عالمية سنوية تستخدم لتكريم أبرز إنجازات فرق الرعاية الصحية بمختلف التخصصات ومن جميع أنحاء العالم، واستطعنا نحصل على الجائزة لنجاح حملة كن الأول بالتبرع بالدم التي أطلقتها هيئة الصحة في دبي عام 2016 إلى منتصف عام 2017، وكانت مع لاعب الكرة العالمي كريستيانو رونالدو، وكان داعم الحملة وتبنتها هيئة الصحة. فحصلنا على جائزة لأنه كانت جدا فعالة على مستوى العالم هذه الحملة، وساهمت كثير في جذب الشباب فئة الأعمار السنية اللي هم بين 18 إلى 35، كثير زاد عدد المتبرعين من الشباب وتوجهوا للتبرع بالدم، ويمكن طبعا يكون الحافز كون رونالدو شخصية محبوبة وعالمية بالنسبة صحيح. طبعا كل الفئات العمرية، ولأنه يتبرع بالدم بصورة مستمرة، فكان هذا يعني تحفيز وتشجيع للشباب أنه يتبرعون بالدم. بالإضافة إلى هذا حصلت جائزة هيئة الصحة في دبي على جائزة ستيف الفضية عن أفضل تطبيق ذكي في جهة حكومية، وكان هذا طبعا عن تطبيق دمي، والحمد لله طبعا تطبيق دمي تم ترشيحه في عام 2017 ضمن أفضل 8 مبادرات ضمن جائزة الشيخ حمدان للحكومة الذكية. ممتاز. وهو التطبيق الذكي الوحيد في الشرق الأوسط حاليا اللي به مميزات جدا متميزة، بحيث المتبرع يقدر يستخدم التطبيق ويعبي استبيان التبرع بالدم ويقرأ معلومات وهو في مكان عمله أو في بيته، ويقصر من وقت الخدمة. بالإضافة لأنه طبعا التطبيق يتيح الفرصة للجمهور أنه يسجلون فيه إذا يحبون يتبرعون في الحالات الطارئة. حاليا التطبيق موجود ضمن تطبيقات هيئة الصحة الذكية، واسم التطبيق بالعربي وبالإنجليزي دمي، فالحمد لله حاز على الجائزة الفضية في 2019. وهو جزء جدا مهم دكتورة وكبير، يعني خاصة أن معظمنا الحين نعتمد على التقنيات الذكية المتوفرة، يعني في يعني تقريبا في ممارساتنا اليومية، يعني سهلت علينا أشياء وايدة، وخاصة في مراكز التبرع بالدم يعني بيلعب دور كبير وبيسهل على ناس كثيرة حتى تتعرف على أشياء كثيرة بخصوص التبرع بالدم. نعم، من خلال التطبيق يقدرون يقرون يعني يتعرفون عن شروط التبرع بالدم، فوائد التبرع بالدم، وين يذهب الدم بعد التبرع بالدم، حتى أخبار المركز وإنجازاته. ممكن أنه الشخص إذا ينزل التطبيق ويطلع عليه ويتصفح الصفحات، فرح يحصل على معلومات حلوة ومفيدة،
وإذا يحب يتبرع بالدم فممكن يعبي الاستبيان، وبعد نهاية تعبئة الاستبيان يظهر له QR كود، وهذا الكود بس يجي للمركز في ثواني، يقرأ النظام الإلكتروني داخل المركز ويتوجه فورا إلى الطاقم الطبي لإجراء الفحص الطبي والتبرع، فهذا يقلل 20% من وقت الخدمة وطبعا يزيد من رضا وسعادة المتعاملين. ممتاز، وهذا يعني نفس الشيء زمن الخدمة بيقل، يعني حتى الزمن نفسه بيقلل على ناس وايد، يعني نفس الشيء بيمر المركز وبيعبي الاستبيان بس هو يقدر يعبيه حتى في بيته في أي مكان، فهالشيء نعم. يشجع ناس كثيرة حتى على التبرع بالدم. نعم. دكتورة طبعا نحن في كل استضافة لك نذكر فوائد التبرع بالدم، فحابين تعطينا إياها باختصار نذكر الناس فيها. نعم طبعا التبرع بالدم دائما نقول هو عمل إنساني نبيل، يعني من شخص يتبرع بالدم لمرضى ما يشوفهم طول حياته ما يعرفهم، فهذا من أنبل الأعمال الإنسانية. طبعا دائما نقول في ميزان حسنات المتبرعين بالدم، نوجه لهم تحية. ومن فوائد الصحية على المتبرع خصوصا إذا تبرع بصورة منتظمة، فهو أثبتت الدراسات أنه يساهم في تقليل نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والجلطة الدماغية، لأنه كثافة الدم تقل، فلذلك يصبح الدم بكثافة مقبولة، يمنع أنه تصير جلطة خصوصا بعض الأشخاص اللي يعانون من زيادة في نسبة خضاب الدم أو كثافة الدم، فهذه من الفوائد المهمة. بالإضافة لأنه طبعا من يتبرع الشخص بالدم الجسم يكون بديل، يبدي يكون خلايا دم جديدة ونشيطة، نخاع العظم طبعا هو المصنع اللي موجود في جسمنا حتى يكون خلايا الدم المختلفة، فمن يتبرع الشخص بالدم خلايا جديدة نشطة يقوم بإنتاجها نخاع العظم بالجسم. بالإضافة لأن التبرع بالدم المنتظم يساهم في تقليل نسبة الحديد الزائد في الدم خصوصا عند المدخنين، المدخنين عندهم نسبة حديد زائدة تكون موجودة في الدم وكريات الدم تكون كثيفة، فالتبرع بالدم المستمر والمنتظم يساهم في تقليل نسبة الحديد الزائد في الدم. وطبعا احنا من خبرتنا ويا المتبرعين في الدم هو فكرته تشبه الحجامة، لكن الدم في التبرع بالدم يطلع من الدورة الدموية المركزية، فكثير من المتبرعين اللي متعودين يتبرعون بالدم يجون يقولون انه قلت آلام المفاصل، قلت آلام براسي، جسمي صار انشط، فهو إلى حقيقة فوائد كبيرة، والمتبرعين دائما يحسون بنشاط وحيوية بعد التبرع بالدم. نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة مي. شكرا جزيلا. شكرا دكتورة مي عبد الرؤوف مديرة مركز دبي للتبرع بالدم، شكرا لك. مستمعينا في فقرتنا هذه تكلمنا عن خطط وإنجازات مركز دبي للتبرع بالدم، كانت هذه آخر فقرة لحلقة اليوم. في رسالة نصية تقول السلام عليكم، كثير من الآيس كريم في دهون مهدرجة وها سيء، ولا يوجد ذلك في الزبادي المثلج، والزبادي معروف بالبري بايوتيك، وهل يوجد ذلك في الآيس كريم المليء بالنكهات الصناعية والسكر المضاد؟ المقارنة كانت بين الآيس كريم السادة يعني اللي ما فيه نكهات كثيرة وصناعية، وكانت بالنسبة للزبادي المثلج نفس الشيء، بس احنا التطرق فيه أكيد هذا فيه أشياء مهمة وهذا فيه أشياء كذلك مهمة، بس التطرق كان أكثر شيء من ناحية القيمة الغذائية ونسب المكونات الغذائية في النوعين. أكيد لا يخفى على حد أهمية الزبادي وأهمية اللبن بس في النوعين، فحتى الزبادي المثلج تكون فيه إضافات معينة نحتاج نتعرف عليها أكثر وأكثر. مستمعينا كانت هذه حلقتنا لليوم، أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج انضم لنا وائل القواسمة، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع جميلة إن شاء الله وسعيدة، نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد بصحة وسعادة، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.